أيوة السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم تاني مع أبو عثمان من تشتشات مع أبو عثمان. وأنا اللي رجعت أتكلم عن الموضوع بتاع ثقافة الاعتذار. إحنا عندنا كمية بتاعت ناس ما بيعترفوا بغلطهم، أو حتى نحن مرات ما بنعترف إننا غلطنا في حق زول وما بنعتذر له، حتى لو نحن من داخلنا عارفين إن إحنا غلطانين، حتى لو أنا عارف إن أنا غلطان. مرات بيقول لك المكان الاجتماعي بتاعتي مصهرك قدام الناس، أو حتى غرورك وثقتك في نفسك احتمال تتهز لو أنت اعتذرت لزول. الحاجة دي مرات بنحس بها. طيب خلينا أنا أحكي لكم موقف بسيط حصل خلال الأسبوع الفات ده، وصراحة هو اللي ألهمني أنا أتكلم في الموضوع ده في الحلقة دي من البودكاست. في اثنين منكم من الناس اللي قاعد يحضروا فيديوهات طوالي، واحد اسمه أحمد والتاني اسمه مهند، متابعيني على تويتر، وصراحة قاعد أتونس معهم طوالي كده، يعني مرات بيعلقوا على الحلقات وكده. فخلال الأسبوع الفات مهند كان رسل لي قال لي معاذ يا أخي أنا داير منك طلب. قلت له قدام يا مان. الطلب شنو؟ قام قال لي يا أخي أنا دايرك تكلم لي زول الرسامة كده عشان ترسم لي حاجات. أنا ردت فعلي طوالي إنه مهند ده دايرنا أكلم له زول الرسامة دي ترسم لي مجانا. وصراحة يعني ردي كان شوية كده ده نظام إنه كيف يعني ترسم لكم مجانا؟ الموضوع ده أكل عيش يا جماعة الخير وبتاعه هناي، وكيف يعني أنتوا تتوقعوا زول يرسم لكم مجانا وما أعرف شنو؟ فكانت الرد منه إنه لا، نحن ما دارين نرسم لنا مجانا، بس كنا دارين إنك تكون لنا واسطة عشان الزول دي ترسم لنا. وهنا بجد أنا بعترف إن أنا زول غلطان، إن أنا رديت على مهند وأحمد بالفظاظة دي رغم إنه ما فهمت موقفهم. احتمال انه انا افترضت انه الناس اللي دارين الحاجة دي مجانا، لانه ده اغلب الحاجة طوالي قاعد تجي من الزول من يجي يقول لك ارسمني ولا اعمل لي الحاجة الفلانية. او احتمال لانه في نفس اليوم كان في زول مرسل لي على انستغرام بيقول لي اشتري لي معارف تيكتس للحفلة بتاعت ناس سبيس تون ب7000 بس، رغم انه ام بروكمن. بس برضو يعني رغم كمية الناس اللي قاعد يقول لي اعمل لي الحاجة الفلانية ولا ادفع لي سعر الحاجة الفلانية ولا اشتري لي كاميرا ولا whatever، ده برضو ما مبرر يعني ان انا افترض انه كل الناس بس دائرة خدمة مجانا او دائرة مني مصلحة مجانا من غير ما اتأكد من الموضوع ده على الاقل واسمع وجهات نظرهم كاملة. فهنا أنا بعتذر لأحمد وبعتذر لمهند لو كنتوا قاعدين بتسمعوا بجد، أنا آسف شديد. إن شاء الله هحاول قدام إنه أحسن النية إني ما أستبق الحدث بإن أنا أرد على زول ساي من غير ما أعرف الحاضر شو. نرجع للموضوع المهم، إنه الموضوع بتاع ثقافة الاعتذار ذات نفسها. خلينا من الناس المشاهير، خلينا من الناس المؤثرين، الناس صنع المحتوى على السوشيال ميديا أو غيره. صراحة أنا الواحد لو لما ليه كذا ألف فريند على الفيسبوك ولا لما ليه كذا ألف متابع على تويتر وقال كلامه في حاجة حتى ولو كانت وجهة نظره دي غلط، حتى لو كان كلامه غلط، مرات ما بيعترف بغلطه، مرات بيصر على الغلط ده. ولو زول جا قال ليه وانت غلطان في الحتة الفلانية بكون الهجوم طوالي عليه من الزول ده لأنه عنده متابعين كتار أكيد، ومن متابعينه برضو يعني المتابعين ذاتهم بيشاركوا في الهجوم على الشخص ده. فالحاجة دي صراحة ما 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 بقدر أنا مرات أقول عليها أكتر من إنها جنون بتاع عظمة شويتين، لأنه أنت بس عشان متابعينك كتير معناه أنت صح، معناه أنت ما في كلام أنت بتقوله غلط، معناه أنت ما في حاجة بتعملها غلط، وأي زول بيقول غير كده معناه الغلطان، وأي زول بيرد عليك حتى لو جاي يصلحك في حاجة معناه الغلط، والغلط راكبه من ساسه لراسه. الحاجة دي أنا قاعد أشوفها كتير صراحة في السوشيال ميديا، حاجة سيئة جدا. حتى الأيام دي إحنا عندنا هنا في السودان في الموقف السياسي، الناس لما تجي تنتقد الحكومة، الناس لما تجي تتكلم عن حاجة غلط حاصلة يقول لك لا دي حكومة الثورة، انت كيزان طوالي. هو الموضوع بتاع الإقصاء، انه الناس دي التقسيم وتوديهم للموقف بتاعينهم كيزان، او حتى لو انت طبلت للحكومة، شايف انا ذاتي قلت طبلت، او حتى لو انت قلت لحكومة
انها عملت الحاجه دي صح، تشيد بحاجه هي قاعده بتعمل فيها. انا انت حمدوك يا دافع لك في لك قروش عشان انت تعمل الحاجه دي. يا لايف مان لايف. اي الله يجزي العافيه. فبس انا بحس انه تاني الموضوع بتاع انه نحن نكون صريحين مع نفسنا. الواحد لما نغلط، الواحد لما يغلط في حق زول، الواجب عليه الاعتذار، يعتذر. لأن الحاجة دي نفسيا كده ذاتك بتريحك يعني، وانه ما يكون عليك غلط على زول، ما يكون في زول زعلان منك في نهاية اليوم، والناس تكون متصالحة ومتسامحة. بس في النهاية رأيي في الموضوع، انتوا رأيكم شنو؟ اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات عن موضوع الاعتذار ده، وهل انتوا بتعتذروا لما تغلطوا ولا لا؟ وبكده نكون وصلنا لفقرة أسأل عم معاذ وخالته آلاء. الليلة عندنا آفيك إدريس سأل: أنا بدرس IT وبحب التعلم الذاتي، لكن بجد صعوبة شديد في التعلم، فممكن تدوني نصايح لي ومحتاج شريك يتعلمني أو نتعلم سوا؟ طيب يا ودي إدريس، صراحة الموضوع بتاع التعلم الأونلاين ده من أكثر الحاجات ممكن تكون سهلة، وبرضو من مرات من أكثر الحاجات الممكن تكون صعبة. ليه؟ لأنه الحاجة دي في يدك أنت، ما في زول ماسك لك مسطرة، ولا في زول ماسك لك سبورة قدامك في الفصل بيقول لك اقرأ. ولو انشغلت عن القراية واشتغلت عن المذاكرة والتعلم هيحاسبك أنت، اللي بتحاسب نفسك في النهاية، أنت اللي بتعمل العليك. ولو ما داير ممكن تكسر رحانك، ولو ما متشجع مرات ممكن تنسى الموضوع بتاع القراية والموضوع بتاع التعلم ده ككل. صراحة كواحد يتعلم المونتاج ويتعلم التصوير بالممارسة وأونلاين كمية بتاعت كورسات، الموضوع ده صعب. أي نعم، يعني مرات أنا حسي لما نجي أتعلم لي حاجة جديدة في المونتاج، ولا دار أعرف لي حاجة جديدة في تلوين الصورة أو غيره، بيكون علي صعب جدا إن أنا أتابع لي فيديو كم 20 دقيقة مرة واحدة. عندنا كثير من الحاجات اللي بتشغلنا في أرض الواقع، ودي من أول النقاط اللي أنا بقولها لك، إنه الحاجات التانية اللي بتشغلك وقفها. إذا كان أنت قاعد تتعلم، يعتبر روحك قاعد لك في محاضرة، قاعد لك في فصل، ووقف التلفون بتاعك، عمله سايلنت، أقفل الواتساب، أقفل الفيسبوك، أقفل الجماعة دي كلها، مقفل أي حاجة ممكن تشتت انتباهك عشان تركز في المحاضرة قدامك ده، عشان تركز في العلم اللي أنت ماشي تتعلمه ده. دي احتمال النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه تحاول تعمل مايلستونز لروحك، تعمل خطوات إنه أنا مفروض بنهاية الشهر أتعلم الحاجة دي وأتعلم الحاجة دي، بنهاية السنة أنا مفروض أكون اتعلمت الحاجة دي والحاجة دي والحاجة دي والحاجة دي. احتمال أنا من الحاجات أنا مركز فيها خلال الشهور الفاتت دي إنه انتقلت لبرنامج بتاع مونتاج جديد اللي هو دافينشي ريزولف، بحاول كل اسبوع ان انا احضر لي كذا توتوريال واكون قاعد بطبقهم طوالي في الفيديوهات بتاعتي دي. لو متابعين عندي كميه بتاعت شغل بتاع تراكين بتاع افتر افكتس حاجات زي دي كده، قاعد اطبقها طوالي في الفيديوهات بتاعتي. والحاجه دي لانه انا قاعد بتعلم في البرنامج جديد عشان اتقنه كويس، لازم اشتغل فيه وعملي، واحضر توتوريالات على اليوتيوب. فالفيديوهات بتاعتي انا قاعد اطلعها كل خميس او كل يوم ثلاثاء، بعتبرها دي تدريب بالنسبة لي، تدريب للشغل بتاعي عشان أجوده لي قدام. وبحتاج إن أنا أدرس لي حاجة على يوتيوب من التوتوريالات من غيره عشان أقدر أشتغل الحاجة دي في النهاية. بس ما أنا رأيي احتمال وحده اللي يفيدك. الناس ممكن تكتب لنا تحت في التعليقات لو ناس من المتعلمين اللي قاعد يتعلموا ذاتيا متعودين على موضوع إنهم يأخذوا لهم حصص أونلاين أو غيره مع البانديميك وكمية الجوط الحاصلة دي، فالمصاعب اللي واجهتوها شنو والحلول اللي لقيتوها للمصاعب دي، اكتبها تحت في التعليقات الناس تستفيد من بعض. بس في النهاية بقول لكم شكرا لكم المتابعة. لو كان عندكم سؤال لنا هنا في فقرة أسأل عم معاذ وخالته آلاء، اكتبوها لنا برضو تحت في التعليقات، أو لو كنتوا بتسمعونا على البودكاست اكتبوها لنا في تويتر. في النهاية بقول لكم شكرا لكم المتابعة. تضمن يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله، معاذ عثمان من تشيت شات مع معاذ عثمان. سلام عليكم.